ألقاب الملكة جودة باي، هذا هو أعزائي عنوان الحلقة الخامسة من سلسلتنا التي ننشرها عن هذه الملكة الخالدة، حيث سنتطرق إلى ألقابها التي لم تعطى لملكة سواها. قبل أن نواصل ندعوك عزيزي المتابع طبعا إلى الاشتراك في قناتنا، وندعوك أيضا إلى ترك تعليق فيه اقتراحك. بالنسبة للألقاب، لقد منح جلال أكبر عدة ألقاب ومناصب لجودة باي، وهكذا أصبحت هي الملكة الوحيدة من زوجاته التي شرفت وكرمت بهذه الألقاب والمناصب، على عكس نور جيهان وممتاز محل اللتين كان أزواجهما يعطيان ألقابا لزوجات آخرين، لم يعطي جلال أكبر ألقابا سوى لجودة باي. وسنبدأ الآن باستعراض ألقابها. أولا، لقب مريم الزماني، معناه سيدة نساء العصر، قد لقبت به بعد ولادة ابنها سليم جيهانكير. أما ثاني لقب حصلت عليه جودة باي فهو ولي نعمة بيغم، يعني هذا اللقب هدية الله وملكة الخير، حيث كانت جودة تستخدم هذا اللقب للتوقيع على فرماناتها. أما اللقب الثالث أعزائي فهو ملكة الهند هندوستان. لقبت جودة بهذا اللقب حتى قبل ولادة ولي العهد سليم، وقد أقام لها جلال أكبر بمناسبة هذا اللقب حفلا رسميا منحت فيه صلاحية الإمبراطورة. وحقيقة فقد حصلت جودة في هذا اليوم على لقبين، هما لقب ملكة الهند هندوستان ولقب إمبراطورة الهند، الذي لم تحصل عليه غيرها من زوجات جلال أكبر. أما رابعا، فقد حصلت جودة باي على لقب شاهي بيكم، وهو لقب يعادل باتشا بيكم، يعني السيدة الملكية أو السيدة الإمبراطورة، كما يعني أيضا السيدة الأولى إمبريالي بيكم. أما خامس لقب لجودها فهو ملكة معظم أو الملكة المعظمة. وبالنسبة للقبها السادس فهو ملكة أعلم، وقد أطلق عليها لعلمها وحلها للمشكلات الضالعة، حيث كانت حكمتها سببا وجيها جعل أكبر يطلب مشورتها باستمرار. ويقال أنه من شدة ذكاء جودة باي كان جلال يستشيرها حتى في أمور العسكر والحرب، فقد كانت لها فتنة كبيرة فيها. وأما اللقب السابع أعزائي فهو لقب حضرت، وهو لقب من ألقاب الملك نفسه، ويقال بأن جودة قد حصلت على هذا اللقب من طرف جلال أكبر ومن طرف ابنها سليم أيضا، ولم يكن مألوفا أبدا أن تحصل امرأة على لقب كهذا لأنه من ألقاب الملك. لقبت أيضا بالملكة العظمى والإمبراطورة الأم صاحبة العفة، وكانت تنادى هكذا في عهد زوجها وابنها، وقد كان الشعب المغولي ينادي جودة بهذا اللقب خصيصا. هذه أعزائي ألقاب هذه الملكة الخالدة التي أعطيت لها دون غيرها. وككل مرة نذكر بأن هذا البحث قامت به باحثات في التاريخ المغولي، أشكرهن كثيرا على هذه المعلومات التي أثرين بها القناة، وسنواصل في نشر باقي الحلقات قريبا إن شاء الله. أتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.